السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم الحلقة الأولى من لعبة سلايم رانشر. أنا بصراحة ما أدري نزلتها بالقناة زمان أو لا، أني بصراحة ما أتذكر. أتوقع أني نزلتها، أتوقع يمكن نزلت حلقة بس والله ما أدري، ماني فاكر. من لعبة سلايم رانشر 1. بغيت أقول 2. ليش فايز لعبت سلايم؟ ليش فايز نزلت سلايم رانشر؟ بصراحة انا متحمس للجزء الثاني، مره متحمس. باقي لي اقل من شهر، سبتمبر 22، في اقل من شهر راح ينزل. قلت خلونا نلعب الاول كم حلقه، او حتى يمكن يمدينا نختم ان شاء الله على بال ما ينزل الجزء الثاني. اذا نزل الثاني على طول نلعب الجزء الثاني، اوكي، ونشوف الفروقات بين الاول والثاني، لاني بصراحه مره متحمس بالجزء الاول، مو الجزء الأول، الجزء الثاني. فحتى الجزء الأول كان مرة خرافي. طيب، لا نكثر كلام، إذا تبغون نستمر باللعبة هذه حطوا لي لايك واكتبوا فايز استمر باللعبة. ما عندي تخزين تقديمية، يب أكيد راحت. طيب، خلونا نروح نيو جيم، نحط الاسم فايز، مو فايرز، فايز، أوكي. أي واحد ما يفرق. أوكي، خلونا نبدأ. أنا من زمان عن اللعبة هذه بصراحة مرة ناسيها. ضافوا سلايمات جديدة أذكر، فما أذكر وش الجديد وش القديم. أذكر القديم بس الجديد ما أذكره بصراحة. ممكن نبدأ بسرعة. أوكي، هذا بيعلمني الحركة مع يمنه. فين؟ أوكي، في سلايم هنا. ما كان في بوابة هنا. الله، هذه المنطقة بس ما اذكر كان في البوابه. او ماي جاد، 10000 اسحب عليه. ما ادري بصراحه هل كان في بوابه من الاول او لا. طيب خلونا نشوف السلايمات الجديده اللي نزلوها. الانرجي حقي مره ابو كلب. يا في زحمه، في النار، هذا ما اذكره. هذا ما ادري شو بصراحه. خلاص 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 من اوكي، في الوردي هذا، مو الورد، الورد اتوقع. طيب، في سلايمات كثيرة ضايفينها بصراحة، مرة كثير شوفوها. فخلونا نستكشفها كلها. ليش هذول موجودين بنفس المزرعة؟ لا لا بسحبه. طيب، خلونا نحطهم هنا. طيب، أنا هدفي أول لما كنت ألعب سلايم رانشر كان كل قفص فيه، وين راح؟ كان في واحد هنا. تتخبى هنا، اوكي شايف جايك. هذه 1700، هذه محتاج احتاج الكهف اللي هنا، اذكر في كهف. وهنا في المهمات اذكرها صح؟ هنا طافية. يس طافية، ما ادري ليش. كنت احط 10 سلايمات بكل كهف. بكل قفص. كنت مرة اطلع فلوس. يا هذا كم؟ 1700. كانوا رفعوا سعره، اذكر اول 1500 اذا ماني غلطان. والله ما ادري. اتوقع انه رفعوا سعره. طيب، يس حمد. الحمد لله يمدينا. لا الحين تصويبي تمام. في صوت دجاجة. يا نحتاج الدجاج بالبداية، نحتاج الدجاج، زحمة. في صوت دجاجة سمعتها بس ما ادري وين راحت. تعال. هذه. حلو. حاليا ما راح اسوي له قفص للدجاج. انتوا تبغون اكلوه. هذول ياكلون اي شيء اذكر، ياكلون اي شيء. الدجاج، انا زمان كنت احط الدجاج هنا في المنطقة هذه. هنا. خلونا نحط الحين دجاج لانه مرة مهم. نجي نشري كوب، اوكي. 250 هي. لا لا، لانه بصراحة مرة مهم الدجاج، حط هذول. حط هذه. نحتاج ديك، لازم نحط له ديك هنا. الشيء الثاني، خلينا نخلص من التوتوريال هذه، بين نبيع هذه، اوكي. طيب، هاي سعرها مرة نازل. زمان كان عندي يا لازم اسوي. خلونا معي من زمان، خلونا من زمان. كنت اجمع الفلوس. خلونا الحين احنا بالبداية، هل هذا ضبطوه؟ اوكي، هذه الشركة حقت 7Z اللي ارسلتنا هنا. طيب، خلونا نروح نستكشف. نبغى فلوس، نبغى نجمع بلورات او كريستال.
اوكي في رساله هنا. هل تعتبر رسائل؟ اول شيء بسويه بصراحه الانرجي حقي هذا مره قاهرني. كم سعره هذا؟ 350 يمدينا اسوي والجت باك 350. اول شيء عندي هدف هذول اسويه لان راح يساعدني بالاستكشاف والتنقل، مره راح يساعدني. طيب هذه المدينه هذه اوكي، خلينا نجمع الجزر. جمع جمع جمع. خلي اللعبه هذه مره دماء مره دماء، ما ادري كم عندي هنا لكن بجمع هذول كلهم. اتوقع كفايه اللي انا اخذت. خلينا نجمع الجزر اللي هنا. طيب هذه حقت طلع الكلماب صح او كره ثانيه؟ لا هذه بس رساله. اوكي طيب شيء ثاني، شيء ثاني تعال يبي اسوي مزرعه بس فهذا شيء يجمع بلورات. ما حصلت اي بلوره. تعال دجاج دجاج لا يخرب بيتك اكلها يخرب بيت عدوك. طيب تعال هنا في صوصين محتاجه، ابغى الجزر. اوكي 20 جزر عندي تمام. بلورات يب جمع هذول. ابي اسوي مزرعه. خلي اللعبه هذه مره دماء دمان وروقة، تروق عليه ما عندك اي شيء تسويه، طقطق باللعبه هذه. اوكي اتوقع لازم ارجع الحين نضبط الاشياء اللي معنا. طيب في بلورات، في احد هنا؟ يا اخي مره مساكين هذول ما عندهم شيء. مو مشكله حاليا سعرها نازل. كم كانت؟ 9 صح البلورات البنفسجي الورديه هذه. كم عندي؟ 4 5 6 7 8 9 10. حلو جمع. فجبت جبت العيد ترى مو مشكلة، عندك تسحبه بكذا وتعيد الحساب من جديد. طيب خلينا نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تمام. نحط لهم جزر. اوكي 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 خلوا ياكلون. خلي معاي، هل كانت وحدة؟ يا وحدة اتوقع، اذكر كانت وحدة اللي تحتاج المزرعة. طيب مشكلة ما معي بلورات كثيرة. شت خلني احط الجزر هنا، هذه نحتاجها نحطها هنا. اوه هذا حق التنقل، ونحتاج الفواكه هذه. حاليا اعطيتهم اكل فما احتاج اعطيهم، فخلينا نحط الفواكه هذه هنا لان راح نحتاجها بعدين. اوكي تمام تمام. السلايم الثاني كان هنا في بحر اذكر. طيب اوكي عنده زحمة بلورات، صعب تاخذهم بدون ما تسحبهم هم. فافضل شيء اسحب، اسحب كل شيء وبعدين ترجعهم ما دامك عارف العدد فوضعك تمام. في دجاجة هنا ما ادري كيف هربت. طيب 10 بلورات تمام، رجع هذول الحين مكانهم. حلو عندهم جزر يا عندهم اكل فوضعهم تمام. حط لهم الاكل هذا برضو الزايد هذا. حلو 10 ما راح يجيب لنا حقت المزرعة حاليا. 144 ما تسوي شيء. انا كنت اول زمان احط المزارع هنا. مزرعة 250 اوكي هذا اللي كنت اجمع فيه. طيب 250 ما يمدينا، يمدينا اروح اجمع شوي في بلورات في شيء. لا طيب خلينا نروح نجمع. في دجاج عندك هنا، خلنا نحطه هنا، يبغى لنا ديك. طيب بسرعة اي بلورة قدامك اجمعها. بلورات شي شي نو ما عنده شي. في بلورات شي نو. في هذه لك السعرها مرة قليل، ما دامي بروح الحين المنطقة الثانية فما ابغى اجمع الورديات، بجمع اشياء ثانية، بخلي الوردية تدفع سعرها، ما راح ابيعها. روح وراك. طيب الجزر نستفيد منه. روك سلايم تعال تعال شيء هنا. لا طيب روك سلايم مره حلو بالبدايه بس بعدين بيصير مره ابوك. احتاج 10 معي 5. هذا كان اول مسكر صح؟
في شو اسمه هذا البس هذا هذا شو اسم روح انا تابي سلايم اوكي تابي سلايم هذه تفتح الخريطة طيب تابي سلايم والروك سلايم تعال تعال نحتاج تابي نحتاج 10 تابي في دجاجة فوق هذه نفس اللي عندي صح بالبيت يا اتوقع نفسها التابي المشكلة ياكل دجاج الرك ياكل اتوقع الرك خليني اتذكر دقيقة سلايم هذا ياكل اي شيء الرك ياكل خضار اوكي هارت بيت افضل شيء عنده التابي ياكل لحم ميت اوكي 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 واضح هنا بالسليم طيب بس بروح اجمع الروك زيادة واجمع التابي الروك وتابي فايز ما عندك منطقة تعال تابي 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 اوكي هذا كنسلات تعال يس حلو فجأة كنت باخذ هذه لكن جديك اوكي طيب تابي 10 تابي عندي الحين ما ابغى اكثر من 10 الرك تعال 8 باقي لي 2 باقي لي 2 من الرك 7 هذه ما حد عنده تابي خلاص محتاجك ابغى الروك سلايم فايز انت الحين جمع مفروض تجمع بلورات لان ما عندك فلوس والله انك صادق مفروض طيب بجمع بلورات بجمع بس ذا بخليهم مع التابي والروك اوكي هل في ديك ثاني لا تعال تعال حلو خذناه قبل ياكلها ممتاز طيب ابى اتخلص من الديك هذاك السلايم الكبير اللي لازم تعطي اكل لا ما راح اتخلص من الديك خله معي طيب فكر يا فايز فكر برجع لازم نرجع وحط الديك وبيع البلورات اللي معي ان شاء الله يجيب لنا ما اتوقع يجيب لك 150 زياده اوكي ما في شيء هنا وبدا الليل يجي وعندنا رساله طيب بالمهم بالبدايه المهمات هذه مره مفيده لكن حاليا ما اشوف اي مهمه نعطيهم ديك حلو المفروض تكثرون الحين خلينا نبيع هذه يا رب تجيب لنا 150 اوكي حتى ما وصلنا 200 طيب في هنا جوعانين انتم انتظروا ما راح اعطيكم اكل حاليا انتظروا كم نحتاج 250 يخرب بيت الشغله خلنا اجمع خلينا نروح نجمع بلورات عندي خانتين يمديني اجمع فيهم بلورات في بلورات فينا شيء نو الحين اذا جاب الليل يجي شو اسمه السلايم حق الليل ما ادري شو اسمه بصراحه في بلوره اخذت هذه فايز تعال ليش لا ليش لا ليش لا طيب في بلورات زحمنا اوه هذا السلايم حق الليل هذا 10 ممتاز تعال تعال فوسفور سلايم حاليا ما احتاجك احتاج بلورات بصراحه خلنا نطلع فوق هذا عنده 10 خلاص تعال جمع البلورات هذه كلها خلنا نجمع الفواكه معنا اوكي حلو حلو هذا 10 خلاص ما نحتاجه اوكي قاعد يتشكل طيب ابغى بلورات اوكي حلو ما اتوقع بيجيب لي مبلغ زين ان شاء الله يجيب لي ان شاء الله تفائل بالخير تفائل بالخير فايز طيب خلونا نرجع جمعنا شوي هذا بلورة حقتها احسها مره غاليه يا اخي المنظر اللعبه مره حلو كيف بيكون الجزء الثاني متحمس الصراحه للجزء الثاني في بلورات تبغى نوصل 20 بليز اوكي لما ارجع بحصل هذول مجمعين او حاطين شو اسمه بلورات حقتهم بسرعه 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 بس ابيك تروح بسرعه بسرعه بتروح اوكي تبون انتم تاكلون اي شيء صح؟ في زحمه بلورات عندهم طيب خلنا نبيع او تصدق خلنا نسحب اللي عندهم
فكذا كذا ما يمدي نسحبهم هم، فبصير بس نجمع البلورات. 20 حدنا 20. طيب يعني قلت سعرها نازل لكن مو مشكلة مو مشكلة، خلينا نبيعها بالبداية، لازم تبيعها. حلو. طيب الحين قفص ثاني بيكون ل... كيف طلعت؟ خليك هنا. بيكون للروك صح؟ عطنا فايز قفص ولا بتسوي مزرعة؟ لا عطنا قفص بنحط فيه الروك. مشكلة الروك من هي طلعوا، فمشكلتهم مشكلة ما ياكلون الا شو اسمه خضار، ما ياكلون فواكه. طيب تعال اوكي، ما تاكلون هذه صح؟ لا لا خلنا نتاكد، هل ياكلون فواكه او خضار؟ نسيت، يا بس ياكلون خضار، فواكه ما ياكلونها. طيب كلو 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 اشبعوا. اوكي اعطونا. طيب بروح نجمع. اوكي 270 يمدينا نسوي مزرعه، لازم نسوي مزرعه الجزر بسرعه. مزرعه الجزر يا لازم بسرعه نحط الجزر. في جزر هنا، يس حطيت هنا. اوكي هذول المفروض تكثروا، المفروض تكثروا بسرعه. ما راح احط سلايم هذا حتى نضمن الدجاج. طيب الحين المفروض يكون عندنا جزر بالتمام. طيب انتم كلو. حلو، مش كذا ما عندهم اكل الحين، راح يطلعون راح يحاولون يطلعون. في مهمات في شيء بليز تعطونا شيء؟ لا. فخلونا راح اجمع او ننام. يا خلونا ننام، مش كذا نمت. اوكي سعيد، مش كذا نمت راح يتخطى الوقت، يصير كله جوعاني. اوكي مو مشكلة، ما تخطى مرة كثير، لكن في اكل هنا ياكلونه. الجزر هل طلع شيء؟ جراوينج لسه بدي نسوي شيء. لا طيب هذولك راح يصبرون، للاسف راح يصبرون، لازم لازم يصبرون، ما اقدر اسوي لكم شيء الا اذا مثلا هل نسوي الحين خلطات يعني نزوجهم؟ والله ما ادري. في جزر هنا؟ لا. لا ما في ديك، خلينا نروح. والله ما ادري في دجاج. تا 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 اكلوها يخرب. هذا كنت اعطيه شيء، كنت اعطيه شيء ياكله. اذكر كنت لاكي سلايم، كنت اذكر تعطيه شيء عشان يخرب بيت الشغله. ببكي العين. موت انت، تعال موت، روح انا. المفروض معك اكل فايز. اذكر تعطيه شيء فاكهه او خضار، يا اخي اعطيت عصفور ما ياكله، يخرب بيت الحظ. طيب مو مشكله، عطني هذولا حطوا عندنا هنا. مره انقهرت بصراحه، مره انقهرت. طيب شوف فايز، ايزي ايزي لا تنقهر، عادي عادي. حتى ما في بلورات، صاروا ما يطلعون كثير، ما ادري ليش. هل بالتعديلات الجديده صار ما يطلعون؟ والله ما ادري، حتى ما في فواكه. اخي والله مرة يقهر، مرة يقهر. ابعد انت هنا، وش هنا؟ لا. طيب خلينا نروح الكافيه هذا، وش فيه هنا؟ اذكر مسكر، باب مسكر. اوه في هذول المعصبين اسحب عليهم. طيب في شيء هنا؟ اوكي يا الباب مسكر. مرة انقهرت، يخرب بيتك اخر هنا. ممكن ممكن تخرج، ممكن ممكن خلاص بروح بطلع، خلاص خلاص حتى انت خلاص. لاكي سلايم، لاكي لاكي سلايم راح. قال فايز انتظر والله كثير، قال قلت والله ما معي شيء.
قال اجل مع السلامه. يا اخي مره يا قار روح انت نام. هذا ما يمديني اجمع الحين صح؟ لا ما يمديك. طيب في طلع دجاج كثير هنا، دجاج كثير بيهجمون عليه، لا تاخذونه الدجاج هذا كله لي. عد هنا الدجاج اللي هنا كله لي، لا حد ياخذه. جيت معي اللي تطير. ممكن ديك ما بيه، خذوه كلوه، بس ابغى الدجاج. احد ياخذها؟ تمام. طيب في بلوره هنا ست. خلونا نرجع، انا مره مكرور. وادري انكم بعضكم مكرور مثلي، قال فايز يا غبي المفروض تعطيه اكل. ما كان معي اكل، معي الصوص هذا، لكن ما يبغى ياكله. اوكي في صندوق هنا. طيب عوضونا بصندوق، خلونا نروح فيه. نحطه بالبيت، ما ابغى افتحه هنا، لانه خايف يصير في شيء ياكلونه. فخلونا ناخذه معنا. يا خلنا نفتحه هنا. وات؟ اوكي. ما ادري ايش هذه لكن اوكي. طيب انتم اتوقع اني بزوج هذولا مع تابي سلايم. صح؟ عشان يصيروا ياكلوا اللحم او اسمه خضار. الجزر جاهز، خلنا نحط الدجاج. اتوقع هذا اللي بسويه. اعتقد ان هذا اللي بسويه. طيب خلونا نبيع هذول. خربت شغل سعرها 5 بس. اوكي هذول جاهزات. حلو حلو حلو، لانه مره جوعانين. خلونا ناخذهم. اوكي طلع الجزر. اوكي فيها جزر؟ يس فيها جزر. طيب بعطيهم اكل وبزاوجهم مع التابي. يا هذا اللي بسوي. اكلوا اكلوا اكلوا، جوعان ياكل. اوكي الكل ياكل. اوكي المفروض الحين كلهم اكلوا صح؟ المفروض الكل اكل. طيب خلونا نسحبهم. ما اقدر اخذ هذول الا لما اسحبهم. فايز بديك تاخذهم كذا لكن بيضربونك صح؟ انتبه. يخرب بيتك يخرب بيتك. طيب بزوجهم صراحة، ما ينفع كذا. تعال 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 تعالوا كلكم كلكم. اوكي بموت 10 بس. يو بين. طيب متنا. اذا مت للاسف كل شيء يروح، كل شيء معك يروح. شت حتى حقات هذول راحوا، والتابي سلايم راح. يخرب بيت الشغله. انا مره مقهور. ليش 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 تطلع؟ ليش 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 تطلع؟ تعال. اوكي اللعبه صايره صعبه ولا انا ما اعرف العب؟ فايز انت ما تعرف تلعب. لا حد يطلع. تعال انت. اوكي تستهبل صح؟ شوف يسوون جسر عشان يطلعوا. اللي يطلع ما راح ياكل، علمتكم. انا راح نبيع هذول مره ما قليل 5. اوكي الحين بيلي تابي. يخرب بيت الشغله بيلي تابي. يمدينا او نخليه مع البنك صح؟ الروكي مع بنك عشان ياكل اي شيء. يا اتوقع افضل. اوكي تعال. يا بخليهم مع البنك عشان ياكلون اي شيء. فافضل شيء
خلنا نعطي هذول شوي، نبغى بلورة. اكلوا. الكل ياكل، اوكي. وانتم؟ انا قلت لي اطلع ما له شيء. وين راح؟ اوكي هذا اعطاني بلورة. اوكي. طيب يا بزوجه مع البنك، افضل شيء اني مع البنك. حلو في بلورات ممتاز. طيب خلونا نسوي التجربة. ابغى 10. يمدينا مثلا نحط الحين جيب جيب هذول كلهم جيب. تعال تعال. ليش هذا ما يمدينا اخذ؟ شيل هذا. يا عشان يصير ياكلون اي شيء، خضار، فواكه. يا افضل شيء. طيب، قلنا نبغى 10. معناته المشكلة مع عيلة 6 هذول. هذول 4. طيب لو اعطي مثلا الاربع هذول اعطيه هذه. راح يصيرون كبار، يخرب بيت الفاوة، لازم فايز يطور هذا اول. كذا بيصيرون مرة مشكلة، بيصيرون مرة كبار. اوكي طيب ما راح اعطيهم، ما راح اسوي داش بوز. طيب ما راح احط كثار، معناته بس الاربعة اللي عندي صح؟ اوكي اكلها. اوكي ما ادري ليش ما اكلها لكن بياكلونها الحين، اكلوه بسرعة. ممكن تاكل. واخر واحد اكله بليز بليز اكل. طيب لازم اطور السقف. ممكن تاكل قاعد. حلو يا صار مرة كبار كذا مشكلة، بس كذا افضل، بيعطوك البنك ويعطونك الروك. يا افضل تابي بعدين. طيب ببيع اللي معي، من ودي اخذ 10 لكن ببيعهم لان نحتاج فلوس عشان نحط لهم سقف. خرب بيت شغل باقي لي شوي، معناته هذول خلاص ما احتاجهم. اذا احتاجتهم موجود في كثير برا. صح صح يس. انا هذول تكاثروا، المفروض تكاثروا. طيب بروح اجيب. لحظه في جزر هنا. الحين هذول المفروض ياكلون اي شيء، اي شيء يعطيهم ياكلونه. يا كذا افضل، يصيرون ياكلون اي شيء. اوكي طيب انا افكر اني اروح اجيب فلوس. طيب خلونا نروح نجيب فلوس. اوكي طلعت لي نفس هذيك بس لونها اخضر، ما ادري ايش فائدتها، مناظر اتوقع بس. المفروض مجمع. هذول بس 5، ما المفروض مجمعهم صراحة. لا لا احتاج عشان اطور الروك. في اكل هنا. سؤال صعب. طيب مشكلة، ما ادري ليش اخذ انا جزر كثير. يا عشان تعطي هذولاك، خليك ذكي. في تاب. طيب بكنسل هذا لاني ما احتاجه حاليا، خليني احطه هنا. يا نبغى التابي. حلو. يخرب بيتك. عطني التايب. فايز لا تموت، انتبه. هذه قلنا ما نحتاجها، عطني التايب. تابي. تابي اجين، تابي اجين. حلو 7. 7. المفروض بيعطوني بلورات، ابغى بلورات زرقاء فيه. بليز بلورات زرقاء. اوكي هذا انتحر. بلورات زرقاء ما اتوقع فيه. طيب برجع البيت. يمدينا نطلع بلورات زرقاء الحين مع اللي عندنا هذولا. خل هذول، نحتاج الجزر نعطيهم عشان ياكلونه. خلنا نبيعهم. ما معك الا وحده. حتى ما جت 50، يخرب بيت شغل. طيب مو مشكله مو مشكله مو مشكله، يمديك فايز الحين تجيبها بسرعه. هنا بحط التابي. حط هذول كلهم. بليز لا تطلعون بليز. هذول لازم اطور
اوكي لا تموت لا تموت لا تموت، لازم اطور القفص حقهم عشان ازود دمز احطهم زياده. اوكي هذول يكفر 50. تابع انت ما تاكل جزر، انتوا كلوا كلوا. عندكم زحمه جزر. طيب ان شاء الله 50. يس ما ادري كم سعره السقف، لكن ان شاء الله المفروض 50، مفروض 50 مو سقف الهاي. اوكي 350. طيب السقف 425. يخرب بيتكم ليش صار غالي؟ ليش صار غالي؟ انتوا تبون دجاج صح؟ طيب خلني احط هذولا. اوكي انا بحاول اخذ بدون ما يضربوني. اوكي حلو. طيب بحط هذول داخل. اوكي باقي واحد. وين راح؟ ممكن تكبر بسرعة. ممكن تكبر. لا تضرب لا تضرب. ابغى الزرقاء ابغى الزرقاء بس. حلو كبر. اوكي اوكي حلو. طيب خلنا نطور هذا بسرعة، هذول مرة جوعانين. لكن بعطيهم دجاج الحين بعطيهم. خلنا اوكي يمدينا نحط الحين. انا عارف انك جوعان بس انتظر انتظر شوي. باقي لنا واحد خلنا نحطه. يس مفروض ما يمديكم تطلعون، لو تحاولون مني لبكره ما يمديكم. هذول الجوعانين يبون دجاج. دقيقة بجيب لك دجاج بس انتظر انتظر الحين الحين بجيب لك دجاج. عندنا هنا زحمة دجاج. اوكي في بعد دجاج كبير تعال. حتى الدجاج الكبير. اوكي كم صار عندنا؟ 3 5 6. قاعدين يطالعون يقول ها لكن هذولا كم اللي انا جبت؟ 8 صح؟ هذول 3 اللي بيعي. في واحد ناقص. اوكي وراهنا. طيب في دجاج ها يلا كلو كلو دجاج كلو كلو دجاج ها. خلنا نحط هذول. لازم هذول برضو نحط لهم نزود ارتفاع حقهم. طيب خلنا نجمع البلورات حقاتهم. ان شاء الله سعرها زين ان شاء الله سعرها زين. مره حبيبين هذول ما يضربون ولا يشاغبون. طيب في دجاج وراكم في دجاج لا تستهبلون. بليز لا تطلعوا بليز لا تطلع. اوكي في واحد طلع. هل انقصهم شوي ما احطهم زحمه زي كذا؟ والله ما ادري. اعطي اعطي البلورة. طيب بسرعه بروح ابيعهم. ما اتوقع يجيب كم. 350 كان يحتاج صح؟ يا كم سعر هاي؟ ليش هذول طافيات هذول ملعات؟ هذول يمكن اللي ارتفع سعرهم. اهم شيء بيمديكم تروحون للدجاج مفروض. يا اخي والله تعب تعب كثير شغل كثير. طيب تعال يا بنقصهم تعال تعال. تمام خلنا نحط حاليا اول شيء بشوف كم سعرها، اذا سعرها يسوى بحط كثير. والله 15 والله سعرها زين صراحه سعرها زين. شوفوا بحط 3. لا تطلعون عندكم دجاج. اوكي في انتوا عندكم اكل عندكم كل شيء. يا الحين يمدينا. طيب اللاكي سلايم مش كان يعطينا؟ مو الذهبي، الذهبي يختلف. ما ادري والله. طيب الحين يمدينا نحط السقف لهذولا. او نحط نكبر الجدار. عندي 3 4 5 6 7 8.
اوكي هذول مره صعب تاخذ منهم، مره صعب تاخذ منهم. اوكي حتى الاكل بدا يخرب عندكم لانكم ما تاكلوا. طيب في جزر اللي يبغاك. طيب انتم الحين تبون دجاج، هل في زياده دجاج؟ اوكي ديك خلاص كبر. اوكي لازم لازم نجيب ديك ثاني. يخرب بيت الشغله. طيب كل هذه خلينا نشوف هذول كم يجيبون. ما يجيبون سعر كثير ان هذه خمسه تقهر. اوكي اتوقع كذا وضعنا تمام، بس يبي لي احط عاد التطويرات حقت القفص هذا. اوكي اتوقع انه طلع صح؟ لا الحمد لله ما طلع. فيا يبقى لي احط التطويرات حقت القفص والزاوج. التابي مع مين؟ تابي مين يصلح معه؟ الحين عندي الروك، عندي البلوره حقت الروك وحقت السلايم العادي. التابي نحتاجه مع يمكن شو اسمه السلايم هذاك اللي يطير، اتوقع يا مع السلايم اللي يطير. ف بس هذاك اللي يطير يحتاج فايز قفص. كم سعر القفص المظلم هذا؟ 425. بس لازم نحطوا شيء هذه. يا التابي لازم يكون مع هذاك. طيب يا شباب ابني الحلقه هنا. اذا عجبتكم اللعبه تبون نستمر اكتبوا لي فايز استمر باللعبه، انا بصراحه مره ادمان اللعبه. وبس وان شاء الله اشوفكم في حلقات جايه. كان معكم فايز، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.